عايزين نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الخبر. بينضم إلينا هاتفيا الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وخبير البيئة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. يعني لو في البداية استأذن حضرتك تبسط لنا يعني إيه مفهوم تقنيات الاستشعار عن بعد؟ هو الريموت سينسينج أو الاستشعار عن بعد وسيلة تقنية في تفاصيل النظم البيئية مهمة جدا، سواء في المياه أو في التربة أو في الفيجيتيشن نفسه. يعني تقول لنا دي أراضي أريد قاحلة وأراضي سيمي أريد شبه قاحلة، ودي أراضي التوبوجرافي بتاعها هضاب، والأراضي دي جبال، وبالتالي بتدينا مؤشرات على النظم البيئية التي تصلح لاستخدامات هذه الأراضي. نعم. هي أولا يعني بتحدد القدرة على هذه النظم البيئية ماذا تتحمل وماذا يزرع لها وماذا يتم استخدام الموارد المائية اللي فيها، وهل فيها سلنيزيشن وملوحة ولا لا، وهل فيها تسرب ولا لا، لأنه الاستشعار عن بعد بيدي تفاصيل دقيقة لا يمكن إن احنا حتى بالرؤية العادية نراها. وبالتالي هي وسيلة من وسائل المراقبة، ولكنها أيضا وسيلة من وسائل التفرقة بين طبقات الأرض الجافة وغير جافة، إذا كانت ويتد ورطبة ولا مش رطبة، وإذا كان تحتها ريزربوار وخزانات مائية ولا مفيش، وهل الخزانات المائية دي فيها سالينتي عالية ودرجة ملوحة عالية ولا تصلح للشرب وتصلح للمشية تصلح لكذا. وبالتالي يعني الآية القومية الشرع عن بعد هي جزء من علوم الفضاء، الشرع عن بعد طبعا جزء أساسي في علوم الفضاء، وبالتالي التنسيق ما بين الوزارات المعنية التي لها علاقة بالنظم البيئية زي وزارة البيئة، وأتمنى أيضا وزارة الري تدخل في هذا الموضوع، ووزارة الزراعة من ناحية السويل من ناحية التربة الزراعية والتربة بأنواعها المختلفة ماذا تصلح وكيف تتم الاستفادة منها. طبعا جزء كبير المستوى سطح الأرض ارتفاعه وانخفاضه ممكن نتعامل معاه ازاي؟ يمكن يكون البيئة العمرانية قبل بناء الكومباوند وقبل بناء المنتجع وقبل بناء العمارة يبقى في دور هنا للاستشارة عن بعد. هنا الاستشارة عن بعد إذا كانت التربة دي هشة هتحتاج تقوية بمثلا يعني خرسانة زيادة وإلى آخره، لأنه مش كل الأرض جامدة كلها تقدر في أراضي تستوعب بناء مدن عليها أو كومباوند زي ما حضرتك بتقول أو حتى عمارات بس بشكل منفرد، وفي أراضي تانية لا. طبعا وبعدين العمارة دي هعملها مثلا 26 دور 25 دور ولا 5 بس ولا 3 بس. وبالتالي هي ليها تحديد خطير جدا ومهم جدا في استخدامات الأراضي في اللاند يوز. يعني هي الاستشعار عن بعد اللي تقول لك تزرعي هنا او ما تزرعيش، تقول لك تبني هنا عماره او ما نبنيش، او تبني منزل بسيط ماشي، فهي بتحدد لنا بالضبط قدره سطح الكره الارضيه على التعامل مع المشروع. كان مشروع يعني حاجه بسيطه جدا زي القرى المشهوره عندنا 10,000 قريه عندنا معظمها ما فيهاش المباني العملاقه ولا حتى التوابع بتاعتها اللي تصل ل 30,000 عزبة وموقع جغرافي، لكن دي بتبقى عايزين نعمل برج. طب حلو جدا، يعني عملنا احنا برج اللي موجودة في المعادي اللي 25 دور و35 دور، اللي برج دي اتعمل لها طبعا كاسة قوية واتعمل لها استشعار عن بعد، ولازم طبقات الأرض النسبة عميقة جدا تكون اتدرست في هذا الاستشعار عن بعد. وطبعا الاستشعار عن بعد ليه دور خطير جدا في تحديد مستويات التربه وقدرتها على التعامل مع الاوزان الثقيله. طيب محدش يتصور ان انا اقدر ابني العماره الضخمه اللي احنا شايفينها عندنا بدون اللجوء للتقنيه دي. طيب سؤال كمان يا دكتور، العالم طبعا دلوقتي متجه كله للحديث عن التنميه المستدامه بما فيها طبعا عوامل البيئه والحفاظ على البيئه، ازاي تقنيات الاستشعار عن بعد بتستخدم في حمايه البيئه؟ لانه بتعمل
حاجه اسمها جي اي اس، يعني الجيوغرافيكال انفورميشن سيستم. فمن غير الجيوغرافيكال انفورميشن سيستم دي، او ما يطلق عليه يعني معلومات الجغرافيا التفصيليه، لا يمكن تقدري تخشي على مشروع. يعني مثلا مشروع زي السد العالي ده، لما دخلوا يعني اخواننا السوفيت مع الرئيس عبد الناصر، كان عندهم تقنيات متقدمه جدا في الجي اي اس ده، بحيث ان هو يقول ايوه اقدر السد العالي يستحمل لغايه قد ايه. عشان كده شوف المده الزمنيه اللي عملنا فيها السد العالي ما شاء الله، وشوفي كميه الميه اللي شايلها الارض، كلمة على اكثر من 500 كيلو متر مربع وزن مساحه بحيره ناصر. دي متشاله على قشره ارضيه. الريموت سينسنج هنا والاستشعار عن بعد هو اللي يقول لنا هتستحمل ولا مش هتستحمل. طيب. ولذلك اتعمل له خول، بحيث انه يبقى لما الاقي ان الوزن الميه تقل يتسرب الى مكان اخر عشان اخفف الحمل على هذه القشره الارضيه. والا هتسبب في كثير من الزلازل. لو سبت الوزن على القشره الارضيه بهذا الحجم الضخم من غير تسريب، تعمل مشاكل طبعا وتعقيدات. تعمل طبعا كثير من، واولها تعمل الزلازل. اه طبعا. لو ما اتدرسش كويس، المنطقه بحالها، ما ينفعش انا ادرس ال 3 4 كيلو اللي هشتغل عليهم. لا، انا بدرس على مساحه كبيره، على اقلها 100 كيلو متر مربع الحد الادنى. طيب، ده عن حمايه البيئه. ايه بقى دور تقنيات الاستشعار عن بعد في حمايه السواحل من مخاطر التغيرات المناخيه؟ لا، ده اخطر، لان الكوستال زون مانجمنت دي او اداره السواحل من اخطر النظم البيئيه المحدده لكثير من قدره البحر على انه يخف من النحر ولا لا. لو انا ما عنديش الاستشعار عن بعد، مش هقدر احسب كويس قوي نسبة النحر اللي هيتم في الشاطئ اللي جاي من الأعاصير الشديدة. طبعا دلوقتي احنا عندنا تغيرات مناخية، وتغيرات مناخية صاحبها ما يطلق عليها الاكستريم ايفنت، الظواهر الجامحة. هذه الظواهر الجامحة كانت الأعاصير والرياح بتحصل قبل كده، بس عمرها ما كانت بتيجي بالعنف اللي احنا بنشوفه. عشان كده احنا شفنا الدولة دخلت بسرعة، وزارة الري، وبدأت تعمل ألسنة جوه البحر علشان تخفف الصدمات اللي ممكن الموجة الشديدة بتشيل الرمل. بتشيل الرمل بتروح الشاطئ، مفيش شاطئ، فبنعمل ريستوريشن، بنستعيد الشاطئ. يعني مثلا الرئيس السيسي كان أعلن عن الجهد اللي عملته الدولة في منطقة مطوبس أو ما بين فرعي رشيد ودمياط، لأنها كل مناطق الدلتوات في العالم بيحصل فيها ترسيب سريع، وبالتالي بيحصل هبوط، ولما بيحصل هبوط الميه بيعمل فيها ظاهره الووتر لوجينج، او الميه اللي فوق سطح الكره او سطح الارض. صحيح. فبيضطر يعمل ليها التنه جوه البحر علشان تخفف حجم الاعاصير دي، وعشان تخفف ظاهره النحر في الشاطئ اللي بتضطر وزاره احنا مدفعين 750 مليون دولار علشان بس نحط الصخور الضخمه اللي انتم شايفينها بعد شواطئ اسكندريه كده، واحنا رايحين لغايه ابو قير اللي هو الصخره قد البيت كده. ده علشان بس يعني احارب او اقاوم ظاهره النحر اللي هي نقلتني. نعم نعم، هي جهود كثيره الحقيقه يا دكتور، جهود كثيره الحقيقه من الدوله، ويمكن ده يعني بنثمن بيه جهود مصر في مجال المناخ بصفه عامه. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وخبير البيئه. شكرا لحضرتك يا فندم.